بنصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا في الاستوديو لمياء حمدين ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا لمياء. صباح الخير عليك يا فسانت. صباح الخير عليك يا محمد. والاول خليني اقول الحمد لله على السلامه يا فسانت، نورتي مكانك، كنا مفتقدينك جدا وطلتك الحلوه وابتسامتك الهاديه. بصبح عليكي ومبروك على النونو. شكرا، بشكرك يا لمياء. ربنا يبارك فيه ان شاء الله. جدا شكرا. خلونا مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جوله مروريه ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي، ونبدأ على طول من محافظة القاهرة وبالتحديد من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة. في شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية من المظلات وفي اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. طيب لو رحنا على طول على كوبري أكتوبر هنلاقي هناك كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية، هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية وهنلاقي فيه هناك سيولة مرورية كويسة. في كثافات تانية في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ونفس الكلام ده للمتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. كمان ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا لحد الدائري. تعالوا بقى نروح دلوقتي لمحافظة الجيزة ونبدأ من الطريق الدائري اللي عليه بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات. كمان اتكونت كثافات مرورية في محور 26 يوليو اللي جاي من ميدان لبنان، ومن مدينة 6 أكتوبر كمان في كثافات مرورية. أما الاتجاه التاني بيشهد كثافات ولكنها بسيطة ومتحركة وبتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان، وبيشهد شارع فيصل كمان كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة سير السيارات في اتجاه المريوطية. لكن بيشهد طريق المريوطية الدائري المتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية، يعني سيولة مرورية نسبية. كمان شارع جامعة الدول العربية وشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي في كثافات إنما متحركة، ارتفعت الكثافات عند ميدان الجيزة. ولو رحنا لشارع ترسا اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية، وده بسرعة ده نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. لو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية، وبيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي والحد ميدان الجلال. هنروح دلوقتي لمحافظة الأليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر، وده علشان ما فيش عليه أي كثافات، ومنه على طول الطريق الدائري ومحور الفريق العصر. واللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكنها أصبحت أقل من المعتاد، بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط طبعا متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع أي ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات على الطريق الزراعي أمام اللي قادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد محافظة بورسعيد، هنلاقي هناك سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد بعض الكثافات النسبية وقليلة وبتبدأ تقل لحد ما نوصل لحد شارع 23 يوليو. هنروح على طول على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي عليه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 18 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 13 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.